حضرتك انا في تالتة اعدادي، واللي انا عايز اقوله يعني اللي انا شفت النهارده في اولى وتانية ثانوي، يعني انا ما اخشش ثانوي احسن حاجه، لان طب انا انت واحد من ناوي الاطفال. تقدم ايه؟ انا نفسي الصراحه اخش ثانوي، يعني الصراحه مش عايز اخش ثانوي، وبنصح اي حد من السنه دي من تالتة اعدادي يعني ما يخش الثانويه عامه، لان هو كده ولا كده هيتظلم تمام، والطلاب اصلا نفسها مش واخده حقها. طب انت ناوي تخش قسم ايه يعني؟ يعني حاجة الكترونيات والكلام ده. طب والله يا ابني انت بقى كسبت. هتبع حضرتك من السنة اللي فاتت، وشفت المهزلة اللي حصلت السنة اللي فاتت في تالتة ثانوي والسنة دي، وبرضو زي ما على فكرة أولى وتانية ثانوي حصل فيها كده، يبقى تالتة هيحصل فيها كده، لا لا وتانية ان شاء الله ربنا يستر على تالتة، بس ما تخوفش الطلبة. شغوفه. بس انا بتكلم يعني ايه، يعني ما حصلت في اولى وفي تانية، وربنا ان شاء الله ربنا يستر بس على كده. يسترها، بس انت بس ادخل القسم اللي انت عاوزه وقول يا رب كده ان شاء الله ربنا يكتب لك الخير فيها احسن من الثانوية ان شاء الله. يلا ان شاء الله في تحياتي ليك يا غالي، تحياتي ليك، مع السلامة. مع الف سلامة. انا طالب مش عاوز اخش ثانوي.